الرئيس السيسي يتلقى رسالة خطية من رئيس الكونغو الديمقراطية ويثمن جهود كينشاسا في دعم حقوق مصر في مياه النيل. خلال جولته بالعاصمة الإدارية، مدبولي يشدد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للانتهاء من المشروعات. الجيش اللبناني يعلن العثور على 1.3 طن من المفرقعات في مرفأ بيروت. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر لموقف جمهورية الكونغو الديمقراطية المساند لمصر فيما يتعلق بملف مياه النيل، مؤكدا اعتزاز مصر بعلاقات التعاون مع الكونغو في شتى المجالات. وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي جان كابونغو مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية، الذي أعرب عن دعم بلاده لمحددات الموقف المصري تجاه التعامل مع قضية سد النهضة، معربا عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر والاستفادة من خبراتها في مجال البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى. يشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صب حوائط الدور 45 من البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن منطقة الأعمال المركزية ستصبح علامة مميزة للعاصمة الجديدة. جاء ذلك ضمن زيارة تفقدية للعاصمة الإدارية للوقوف على سير العمل في مشروعاتها المختلفة في ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات والعاملين إلى مقرها هناك العام المقبل. وعقد رئيس الوزراء خلال الزيارة اجتماعا مع المسؤولين، شدد خلاله على حجم العمل الكبير الذي تشهده العاصمة في مختلف مشروعاتها، لافتا إلى أن التحدي الأكبر هو الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاهتمام بالانتهاء من رصف الطرق الرئيسية وبأعمال تنسيق الموقع وأعمال التشجير في مختلف أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهم في إضافة لمحة جمالية وحضارية في هذا المجتمع العمراني الجديد. أطلقت وزارة الصحة 7 قوافل طبية من مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وذلك يومي 19 و20 سبتمبر الجاري. تأتي هذه الخطوة بهدف الكشف والعلاج مجانا في بعض التخصصات الطبية بمحافظات كفر الشيخ، بني سويف، الفيوم، الأسكندرية، سوهاج، القليوبية والبحر الأحمر، وذلك بحسب ما نشر على الموقع الرسمي للوزارة. شهد محافظ القاهرة الحفل الذي أقامته المحافظة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تسليم أجهزة كهربائية ل50 من العرائس الأولى بالرعاية، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية. في إطار تفعيل مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ومشاركة عدد من الجمعيات الأهلية العاملة بالقاهرة، شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحفل الذي أقامته المحافظة لتسليم الأجهزة الكهربائية لعدد من العرائس الأولى بالرعاية. 51 عروسة بالتنسيق ما بين مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة والجمعيات الإقليمية بالمجتمع المدني بالقاهرة. النهاردة يعني حقيقة نشهد يعني دعم كامل ما بين الدولة متمثلة في التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، مشاركة حقيقية لإسعاد بناتنا عرائس المستقبل. يتم توزيع الأجهزة الكهربائية بهدف المساهمة في رفع العبء عن كاهل أبناء المحافظة في إطار اهتمام الدولة برعاية الغير قادرين. هدف احتفالية مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة لحديث الزواج. جمعيات التضامن الاجتماعي وطبعا مؤسسات المجتمع المدني هي شريك رئيسي مع الحكومة في تقديم خدمة للأسر الأولى بالرعاية. الحمد لله قمنا بالتجهيز بالتنسيق مع الأستاذة ليلى مديرة التضامن الاجتماعي بحي الساحل، وجبنا البنات واختاروا الأجهزة اللي هم عايزينها، وفي أجهزة كمان لسه هنجيبها لهم بعد كده إن شاء الله عشان يكونوا مرضيين. أكد محافظ القاهرة خلال الحفل على أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلا في الجمعيات الأهلية في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية، مشيدا بالدور الاجتماعي الذي تلعبه الجمعيات الأهلية في مصر.
مبادرة حياة كريمة تأتي من ضمن جهود الحكومة لتوفير حياة أفضل للأسر الأكثر احتياجا من خلال تكاتف جميع طوائف المجتمع سواء منظمات المجتمع المدني أو الأفراد لتحقيق حياة أفضل. منذر أبو دوح، النيل. قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار بزيارة إلى العاصمة الألمانية برلين لبحث استئناف حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية. وصل وزير السياحة والآثار المصري دكتور خالد العناني إلى العاصمة الألمانية برلين للتباحث مع الجانب الألماني على المستويات الرسمية والبرلمانية والإعلامية بهدف عودة السائحين الألمان إلى المقاصد السياحية المصرية عقب حظر السفر الذي فرضته ألمانيا على أكثر من 150 دولة في ظل انتشار وباء كوفيد-19. أول لقاء مع وزير الدولة لشؤون السياحة، ثاني لقاء مع وزير الدولة لشؤون الخارجية، ثم رئيس لجنة السياحة في البوندستاج، ودلوقتي كان في لقاء مع الإعلاميين المتخصصين في السياحة في ألمانيا. هي الزيارة دي اتعملت لكذا سبب. أول حاجة، ألمانيا هي أهم سوق سياحي مصدر لمصر. آخر كذا سنة كانوا الأفرج حوالي 1,700,000 سائح. وقد عقد وزير السياحة لقاءات هامة مع عدد من المسؤولين الألمان، كما عقد مؤتمرا صحفيا مع ممثلين من كبريات الصحف الألمانية. أنا جيت عشان ألمانيا قالت أن من أول أكتوبر هيبدأوا يدرسوا حالة بحالة، فأنا جيت عشان أعرف إيه اللي مطلوب من مصر. إحنا فاتحين السياحة جنوب سيناء وبحر أحمر، وفاتحين وادي النيل دلوقتي. الحمد لله أكتر من 200,000 سايح جم ورجعوا، مفيش شكاوى، مبسوطين. ضوابط معمولة بطريقة محترفة جدا، تدرجنا في كل حاجة، ما استعجلناش في حاجة. PCR بنعمل عند الدخول، وقلنا من اللي عايز يعمل PCR وهو راجع بلده هنعمله تاني ب$30 للسائحين في محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء. لا طبعا، المقابلات كلها الثلاثة كانت مقابلات ظريفة جدا، كان عندهم بعض الاستفسارات أنا وضحتها، وهم أكدوا أن ما فيش حاجة ضد مصر خالص، وبالعكس إحنا بنعمل إجراءات هي اللي متعرف عليها في العالم كله. ما كانش فيه وعود إلا وعد واحد بدراسة الملف السياحي المصري، وضعه على رأس أولويات الأجهزة والوزارات اللي قعدت معها النهاردة. وترغب الدولة المصرية في استعادة حركة السياحة إلى مصر في هذا التوقيت الصعب الذي يواجه فيه العالم تحديات كبرى تؤثر بالسلب على قطاع السياحة والسفر. تحركات مصرية هامة رفيعة المستوى لاستعادة السياحة الألمانية إلى سابق عهدها، حيث تصدر السائح الألماني المركز الأول من حيث تعداد السائحين الوافدين على مصر خلال العام المنصرم. من أمام السفارة المصرية، إيمان البكري، النيل للأخبار، برلين. رحبت روسيا بقرار قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، واعتبرت أنها خطوة على طريق تخفيف معاناة المواطنين الليبيين. كان قائد الجيش الليبي قد أشار إلى أن عمليات التصدير الخاصة بالنفط ستخضع لتدابير تضمن توزيعا عادلا للعائدات بين الشعب وعدم توظيفها لدعم الإرهاب. بعد إغلاقها أشهر، أعلنت ليبيا إعادة فتح المنشآت النفطية، بينما يسير أطراف العملية السياسية في ليبيا خطوات إضافية نحو إذابة الجليد بينهم والمضي قدما في العملية السياسية لإنقاذ بلادهم. القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر أعلن إعادة إنتاج وتصدير النفط وفق شروط تضمن توزيعا عادلا لعوائد الخام ومنع دعم الإرهاب بموارده. استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائداتها المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير، حريصين على أن يؤدي ذلك إلى تحسين المستوى
المعيشي للمواطنين. من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري تشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على إيرادات النفط حتى ديسمبر المقبل، كما تم الاتفاق على اعتماد سعر صرف موحد للدولار في ليبيا وفتح التبادلات بين المصارف في ربوع البلاد كافة. المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية شدد أيضا على أنه لا مكان للمستعمرين والإرهابيين على الأراضي الليبية. لا تنازل أو مساومة على كرامة الليبيين وسيادتهم فوق أرضهم، ولا مكان للمستعمرين والإرهابيين في بلادنا، وسنقاتل من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا ما داما في عروقنا نبض حياة، ولا نتردد في تقديم التنازل بكامل الثقة والرضا فيما دون ذلك. وخلال حوار داخلي اتفق الليبيون على تشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف، وتوافق الليبيون على توزيع عادل لعائدات النفط بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء. تأتي خطوة استئناف إنتاج النفط بعد توقف المعارك في محيط مدينة سرت الاستراتيجية التي تعد بوابة حقول وموانئ النفط إثر اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق أغسطس الماضي. عثر الجيش اللبناني على 1.3 طن من المفرقعات في مرفأ بيروت الذي دمر الشهر الماضي في انفجار هائل ناجم عن تخزين سيء لكمية كبيرة من المواد الكيميائية. قال الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني إن الوحدات التي تقوم بأعمال الكشف والمسح في مرفأ بيروت قامت بإزالة والتخلص من 1320 كيلوغرام من المفرقعات مخزنة في أحد العنابر. كان الجيش اللبناني قد عثر في وقت سابق أيضا على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل المرفأ. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا السيد أحمد عز الدين الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. سيد أحمد، بعد التحية، يعني ماذا بعد عثور الجيش اللبناني على كمية من المفرقعات في مرفأ بيروت؟ هل هذه الأنباء يعني بشأنها أن تقوم بتهدئة الشعب اللبناني بأن الجيش يسير على قدم وساق من أجل حماية الموقع من لقدر اندلاع أي حرائق جديدة أو قادمة مثل ما حدث سابقا؟ يعني يمكن أن تهدئ البعض، ولكنها ستزيد ربما قلق الكثيرين من أنه يعني ماذا هناك في المرفأ. يعني عندما بعد الانفجار المرعب الذي حصل الأسبوع الماضي كان هناك حريق أيضا دارت حوله الشكوك من أن هناك التخلص من بعض الأدلة، واكتشاف اليوم أيضا مفرقعات ومواد متفجرة. هذا يعني يطرح تساؤلات أنه ماذا هناك في المرفأ؟ ماذا هناك في المرفأ؟ يعني هل هذه الأمور كلها قد تزيد الأزمات وتزيد قلق المواطن من أن يعني هناك عبثية ولا مسؤولية مطلقة كانت يعني تدار بها المرفأ وربما تدار فيها أيضا مناطق أخرى؟ لأنه قبل أيام حصل حالة قلق وهلع عندما تحدث بمعلومات عن حريق في المطار وتبين انه حريق مولد كهربائي ليس اكثر. نعم. هذا يعني يؤشر على ان الناس تعيش في حاله قلق دائم من اللامسؤوليه ومن عدم غياب الدوله عن مراقبه مثل هذه الأعمال الخطيرة. صحيح، هذا من جانب سيد أحمد. إذا تحدثنا على الجانب السياسي والمحاولات الخاصة بتشكيل الحكومة، كيف تقرأ المشاورات مؤخرا، خاصة وأن هناك العديد من العراقيل المرتبطة أو التي يتم وضعها أمام تشكيل الدكتور مصطفى أديب الحكومة، سيما من أمل وحزب الله، كيف تقرأ هذا الأمر؟ يعني هناك مد جزر، احيانا يقال ان هناك اتجاه نوع الحلحله وهناك يقال لا، لكن يعني بعد الاستشارات التي اجراها رئيس الجمهوريه والتي ربما كانت مناسبه لاحباط الموجه التصاعديه لقيام حكومه فاعله، واعتقد ان الحكومه لو خرجت الى النور اليوم او غدا هي قد خسرت الجزء الكبير 90% من وهجها،
خسرت الكثير من إمكانية أن تكون هي رائد في إعادة يعني بناء الدولة والإصلاح وإصلاح المتقدم، وبالتالي إعادة البلاد إلى ما كانت عليه. أعتقد أننا يعني أمام، لسنا أمام واقع سليم. الحكومة تم تفريغ شحنتها الإيجابية من خلال استشارات استئجار الجمهورية، من خلال مطالبة بالإصرار على وزارة المالية من قبل سيناء الشيخ، وأيضا أنهم من يسمون وزراءهم. إذا كان أيضا هذا الأمر سينسحب إما على الفرق الآخر على الفرقاء الآخرين، إذا كل فريق سمى الممثلين في الحكومة التي لم تعد الحكومة تفرق عن سابقاتها. نعم، جزيل الشكر السيد أحمد عز الدين الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا هاتفين من بيروت، شكرا لك. أعلنت عملية العزم الصلبة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا عن وصول تعزيزات إضافية لحماية القوى التابعة للتحالف الدولي هناك. وأوضح بيان نشرته قوة المهام المشتركة أن التعزيزات شملت وصول مركبات المشاة القتالية إلى شمال شرق سوريا بهدف توفير الحماية للقوى التابعة لشركاء التحالف في معركتها المستمرة من أجل هزيمة داعش. كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أنها نشرت مركبات قتالية ورادار، بالإضافة إلى زيادة وتيرة دوريات الطائرات المقاتلة فوق القوات الأمريكية من أجل المساعدة في ضمان سلامة وأمن قوات التحالف. قالت تركيا إنها مددت عمليات سفينتها للمسح السيزمي قبالة ساحل جنوب شرق قبرص حتى 18 من أكتوبر في خطوة وصفتها قبرص بأنها استفزازية. ويجري خلاف بين حكومة قبرص وتركيا التي بدأت الحفر للتنقيب عن النفط والغاز بالقرب من قبرص العام الماضي. توتر في العلاقات من جديد بين قبرص واليونان من جهة وتركيا من جهة أخرى، فبعد إعلان تركيا سحب سفينة المسح من شرق المتوسط لإعطاء الجهود الدبلوماسية فرصة، عادت أنقرة لتعلن عن مد عمليات سفينتها للمسح السيزمي بارباروس خير الدين باشا قبالة ساحل جنوب شرق قبرص حتى 18 من أكتوبر. حكومة القبرص اليونانيين المعترف بها دوليا في قبرص على خلاف مع تركيا والتي بدأت الحفر للتنقيب عن النفط والغاز بالقرب من قبرص العام الماضي. الخلاف الناجم عن نزاع على المياه الإقليمية مرتبط بتقسيم الجزيرة بين القبارصة اليونانيين والأتراك، ولا تحظى دولة القبارصة الأتراك لانفصالية في شمال قبرص سوى باعتراف أنقرة. وتشكك تركيا في أحقية قبرص في التنقيب في المياه حول الجزيرة لأنها تقول إن إدارة نيقوسيا لا تمثل مصالح القبارصة الأتراك، وترفض قبرص هذا الزعم إذ أنها معترف بها قانونا كممثل عن الجزيرة بالكامل. يأتي إعلان تركيا بعد أيام من تمديد عمليات سفينتها ياووز للتنقيب قبالة سواحل قبرص حتى 12 من أكتوبر في خطوة وصفتها قبرص بأنها استفزازية، كما عبرت اليونان وهي أيضا في نزاع مع تركيا على خلفية مياه شرق البحر المتوسط عبرت عن قلقها. قال مبعوث بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى مجلس الأمن الدولي إن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 سوف يستمر بعد 20 من سبتمبر الجاري. كانت واشنطن قد أعلنت الشهر الماضي أنها قامت بتفعيل عملية مدتها 30 يوما في مجلس الأمن الدولي تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. تحظى برفض دولي واسع وتهدد بزيادة عزلة واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة عزمها الإعلان من طرف واحد عن إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران. تلك الخطوة أحادية الجانب، تعترض عليها القوى العظمى الأخرى المتمثلة في روسيا والصين، بالإضافة إلى الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة التي تلقت إدارتها انتكاسة كبيرة في مجلس الأمن الدولي عند محاولتها تمديد حظر الأسلحة على طهران والذي تنتهي مدته في أكتوبر وفقا للاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن. ذلك الإخفاق الدبلوماسي دفع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى اتهام فرنسا وبريطانيا وألمانيا في هجوم اتسم بمستوى نادر من العنف بأنها اختارت الانحياز إلى إيران.
وتعتبر إدارة ترامب أن كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران يجب إعادة فرضها، وأن حظر الأسلحة المفروض عليها يجب ألا ينتهي أجله، إلا أن 13 دولة عضوا من أصل 15 دولة في مجلس الأمن الدولي ترى أن خطوة واشنطن باطلة، كما أعلنت الأطراف التي ظلت مشاركة في الاتفاق النووي أنها ملتزمة بالحفاظ عليه، في حين أكدت إيران أن الاتفاق سيظل ساريا رغم الخطوة التي اتخذتها واشنطن في الأمم المتحدة. توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن إلى ولاية مينيسوتا ذات الثقة الانتخابي، حيث رفع نبرة انتقاداتهما المتبادلة قبيل أول مناظرة بينهما. كان بايدن قد دعا الرئيس ترامب للاستقالة على خلفية طريقة تعامله مع الأزمة الصحية التي أودت بنحو 200 ألف شخص في الولايات المتحدة وشكلت ضربة لأكبر اقتصاد في العالم. يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات للرأي تقدم بايدن بنسبة 48% مقابل 44% لخصمه الجمهوري. أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن فيروس كورونا، والتي بلغت حتى الآن ما يقرب من 50 ألف شخص بشكل غير مقبول، وذلك مع اقتراب تسجيل 1,000,000 حالة وفاة في العالم. من جانبها أكدت تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية أن ضعف حالة التضامن الدولي تزيد من خطورة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم. بعد تصاعد الجدل حول مدى فاعلية اللقاح وآلية توزيعه، وبين تفاقم أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، تقف منظمة الصحة العالمية عاجزة عن إيقاف إعصار كوفيد-19. الصحة العالمية أعلنت أن حصيلة وفيات كورونا الأسبوعية الناجمة عن الفيروس مرتفعة بشكل غير مقبول بعد أن تخطت 50,000 وفاة للأسبوع الثاني على التوالي، ليقترب إجمالي الوفيات من 1,000,000 حالة وفاة على مستوى العالم. وقالت المنظمة إنه على الرغم من أن معدلات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، والتي بلغت 30,000,000 إصابة، إلا أنها تعد في حالة استقرار بدلاً من أن ترتفع بشكل كبير، فإن الأرقام العالمية تنطوي على زيادات مفاجئة على المستويات الإقليمية. الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة التي تحتل الصدارة في العالم من حيث عدد حالات كورونا، اقترب إجمالي الإصابات فيها من 7 ملايين إصابة، في حين اقتربت الوفيات من 200,000 وفاة. الرئيس الأمريكي وعد بأن 100,000,000 جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد-19 ستكون قد صنعت قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن عددا يكفي منها ل 330,000,000 أمريكي سيكون متوفرا بحلول إبريل المقبل. ولا تزال الهند الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات، لتسجل أرقاما يومية قياسية في عدد الإصابة بفيروس كورونا، ويسجل إجمالي الإصابات نحو 5,200,000 حالة إصابة، فضلاً عن 84,000 حالة وفاة. البرازيل التي تراجعت للمركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة 4,500,000، بينما بلغت الوفيات 135,000، وهو ثاني أكبر عدد للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة. كما جاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين، حيث اقتربت من 2,000,000 حالة إصابة ونحو 20,000 حالة وفاة. الصين التي أطلقت نفير الوباء لازالت تسجل حالات جديدة غير محلية، لكنها حالات خالية من الأعراض، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بكورونا في الصين إلى نحو 85,000 حالة إصابة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4,500 حالة وفاة. المزيد من المتابعة انضم إلينا هاتفين دكتور مجدي بدران، عضو جمعية الحساسية والمناعة. دكتور مجدي، يعني كيف تفسر الزيادة الأسبوعية الكبيرة خلال الفترة القليلة الماضية في الإصابات بفيروس كورونا؟ وطبعا في استهتار في بعض الدول
في رفض للكمامة في بعض الأماكن في أوروبا. الناس تأسفت هناك من إجراءات الحظر. المعدل الأسبوعي كان هناك ابتدى يزيد في الفترة الأخيرة دي من 10% في كل أوروبا. في بعض الأماكن بقت الضعف، 7 دول سجلت أكثر من الضعفين. وده خطورته بقى أن هو ده بينزل العالم كله بقى مرآة للي هيحصل في الشتاء في نصف الكرة الشمالي، والعالم كله لازم يتخذ ده نموذج لعدم الاستهتار اللي حصل في أوروبا دلوقتي ده نتيجة أن هم استهتروا، وبالتالي أصبح يهدد العالم كله. الكمامة وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي وتعزيز المناعة والادخال عن التدخين ده لازم بالتطعيم المتاح. في دول كثيرة جدا من غير تطعيم قدرت انها تكبح جماح الفيروس زي الصين وزي مصر. مش هننتظر التطعيم، مش هنهمل الإجراءات الوقائية، مش هنفرح بأي انتصار او انخفاض بعدد الحالات. هل ده معناه دكتور مجدي، هل ده معناه ان هيتم زيادة او عمل قيود جديدة واسعة النطاق لوقف تفشي الفيروس في اكثر من دولة؟ وبالفعل بدأنا نشوف هذا الامر في فرنسا وفي المانيا وفي بريطانيا ولسه كمان. والسيناريو حضرتك لو تلاحظ كده السيناريو شكله كده ده اللي كان بيحصل في ديسمبر ويناير، بس كان في الصين غير المكان. الفيروس ثابت زي ما هو في تكتيكاته، ولكن بيستغل اي ثغرة وينفذ للمجتمعات البشرية. لاحظ حضرتك كلنا ان الاسبوع الاخير ده كان فيه زي ما احنا قلت حضرتك ان 50,000 وفاة اسبوعيا، وده رقم غير مقبول. كان متوقع 40 بين 50 المعدل الوفيات بتتابع بشكل خطير، وده حتى لو ما كانش يهمنا دلوقتي، ولكن تخيلوا بقى حضرتك اما تيجي الدراسة التنفسية فيها امراض مزمنه، مرضى الحساسيه، مرضى الربو الشعبي، نقص المناعه، الحوامل، البدناء، اي مدخن، اي مدمن، الناس الكبيره في العمر، كل دول. الاخطر كمان من كده ان في اوروبا لاحظنا هذا الاسبوع ان في زياده في معدلات الاصابات بين العمر من 25 ل 49. اعلى النسب دلوقتي في الحالات الجديده في اوروبا اصبحت مش بس في زي ما كنا زي زمان نقول المسنين وهكذا، لا اللي هم الفرص اصابتهم اكثر. نعم، فرص اصابتهم اكثر. جزيل الشكر دكتور مجدي بدران عضو جمعية الحساسية والمناعة، شكرا جزيلا لك. ما زلنا نتابع أخبار فيروس كورونا. في ألمانيا سجلت 2297 إصابة جديدة بالفيروس ليتجاوز إجمالي الإصابات هناك 270,000، كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 9384 بعد تسجيل 6 وفيات جديدة. استأنفت الشرطة بجزيرة لاسبوس شرق اليونان نقل المهاجرين الذين بلا مأوى إلى مخيم جديد بعد اندلاع الحرائق في مخيم أكبر مخيم للاجئين في البلاد وسط تفشي فيروس كورونا محليا. وقال مسؤولون حكوميون إن عملية نقل 5,000 شخص انتقلوا إلى مخيم جديد أنشأه الجيش على الجزيرة ستستمر حتى يوم الأحد المقبل. كان أكثر من 12,000 مهاجر ولاجئ قد فروا من الحرائق التي أكدت الحكومة اليونانية أن بعض المهاجرين الأفغان قد أشعلوها عن عمد خلال الأسبوع الماضي احتجاجا على حالة الإغلاق التي فرضت على مخيم موريا نتيجة تفشي الفيروس. نظم محتجون في شوارع العاصمة بانكوك أكبر مظاهرة نظمت منذ سنوات احتجاجا على الحكومة والملكية للمطالبة بإصلاح النظام الملكي بعد تنحي رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا. وتشهد المملكة منذ منتصف يوليو الماضي تجمعات شبه يومية لمجموعات يقودها الشباب تدعو إلى المزيد من الديمقراطية. في حرم جامعي في بانكوك يتجمع الطلاب بانتظام فيما يتوقع أن تكون أكبر مسيرة حتى الآن في سلسلة من المظاهرات المناهضة للحكومة. وزادت أعداد المحتجين بمشاركة العديد من كبار السن الذين أعربوا عن استيائهم من أداء حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا والذي تولى مهام منصبه عام 2014.
وتتلخص مطالب المتظاهرين في الآتي: حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة ووضع دستور جديد للبلاد. لا يمكنني قبول نظام فاسد، ولكن مع المسيرات القليلة الماضية لم يكن هناك استجابة من أولئك الذين يمتلكون السلطة. تم تجاهل المطالب الأساسية الثلاثة، وحتى المطلب الأساسي بالتوقف عن مضايقة الناس لم تستمع الحكومة إلينا. كما استهدف البعض النظام الملكي في البلاد ببيان من 10 نقاط الإصلاح، وهي خطوة رفعت درجة الحرارة السياسية بشكل كبير. إذا كانت لدينا حكومة جيدة، حكومة ديمقراطية، ستكون سياستنا وتعليمنا ونظامنا للرعاية الصحية أفضل من هذا. هذا هو حلمنا، ونأمل أن يتحقق حلمنا. وتحظى المؤسسة الملكية بمكانة مقدسة ولا يمكن المساس بها، وهي محمية بقوانين التشهير التي تعاقب بشدة من يناوئها. ومن المتوقع أن تنشر الشرطة الآلاف من عناصرها يومي السبت والأحد لحماية المباني الحكومية والملكية في المنطقة. في وقت لاحق قال المتظاهرون أنهم سينتقلون إلى ساحة مجاورة لموقع التجمع. الساحة يطلق عليها سنام لوانج، وهي موقع ملكي معين كانت مفتوحة للجميع حتى السنوات القليلة الماضية، وتعتبر السلطات محاولة المتظاهرين التجمع فيها خطوة استفزازية. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم، نتابع فيها بعد أخبار الاقتصاد. الإيطاليون يدلون بأصواتهم في استفتاء وانتخابات محلية قد تغير وجه اليمين المتشدد. والآن مشاهدينا الكرام، نتحول لمتابعة الأهم وآخر أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد بصحبة الزميل حسام الدين عاطف. إليك حسام. أشكرك كريمة، شكرا جزيلا، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية. أهم ما فيها: وزير المالية يؤكد نجاح مصر في احتواء تداعيات أزمة كورونا المستجد بثمار الإصلاح الاقتصادي. أهلا بكم من جديد. أكد وزير المالية محمد معيط أن الحكومة نجحت في احتواء تداعيات أزمة كورونا المستجد، حيث أتاحت الإصلاحات التي اتخذتها القيادة السياسية قدرا من الصلابة للاقتصاد القومي. وأضاف الوزير خلال لقائه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة عبر الفيديو كونفرنس أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية في التعامل مع أزمة كورونا، لافتا إلى دعم مصر لوجود كيان مقترح لسداد الالتزامات المالية عن الدول المتأثرة سلبا بكورونا حتى تتعافى اقتصاديا. من جانبها أشادت المسؤولة الأممية بالتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي التي مكنت مصر من التعامل الجيد والمرن مع تداعيات كوفيد 19. قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار إنه جاري الانتهاء من أعمال المرافق بقطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة 350 فدانا بالمنطقة الشمالية بمدينة بدر. هذا ويبلغ إجمالي قطع أراضي الإسكان المتميز الجاري تنفيذ أعمال المرافق إلى حوالي 2289 قطعة أرض. وتم تشكيل فريق عمل من الإدارات المختصة بجهاز المدينة للمتابعة والتأكد من تنفيذ كافة الأعمال بالمواصفات المطلوبة. عدلت وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لإسبانيا إلى سلبية من مستقرة، مع الإبقاء على تصنيف البلاد عند A-1. وأوضحت الوكالة أن استجابة إسبانيا على الصعيد السياسي للتحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة عرضة للخطر بسبب انقسام سياسي وتراخ في الإصلاحات. وأشار ستاندرد اند بورز إلى احتمالية عدم إقرار ميزانية مع إمكانية استمرار التراجع الاقتصادي بالبلاد في 2021 و22. أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي أن فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو والبالغ عددها 19 دولة قد انكمش إلى 16.6 مليار يورو في يوليو من 20.7 مليار يورو في يونيو.
وفي 12 شهرا حتى يونيو انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للتكتل إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من 2.6% في 12 شهرا السابقة، والذي يرجع في الأساس إلى تراجع الفائض من تجارة الخدمات وهبوط تدفقات الدخل الأولي والتي تشمل الأرباح من الاستثمارات الخارجية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تحسنت معنويات المستهلكين الأمريكيين في أوائل سبتمبر، وقالت جامعة ميتشغان إن مؤشرها لمعنويات المستهلكين صعد إلى 78.9 في النصف الأول من الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 74.1 في أغسطس، وأضافت أن تأثير الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها نوفمبر بدأ في الانعكاس على التوقعات بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية. قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن المشرعين الأمريكيين سيدرسون مشروعي قانونين بشأن البضائع التي استخدمت في صناعتها عمالة قصرية من إقليم شينجيانغ الصيني، ويقترح أحد مشروعي القانونين فرض قيود على الواردات، ويلزم الآخر الشركات الأمريكية المطروحة للتداول بالكشف عن سلاسل إمداداتها. وفي روسيا قالت وزارة الاقتصاد إن وتيرة انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تباطأ في أغسطس، إذ سجل تراجعا ب 4.3% على أساس سنوي من 4.6% في يوليو. وتشير التقديرات الوزارة إلى أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي في الشهور الثمان الأولى من العام بلغ 3.6% على أساس سنوي. كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائية عن فقدان 104,000 وظيفة في الجابون بنسبة 46.1% للنساء و53.8% للرجال. وذكر التقرير الخاص برصد التداعيات الاجتماعية الاقتصادية لفيروس كورونا في الجابون إن تأثيرات كورونا السلبية كانت الأكبر في المناطق الحضرية، وتأثر قطاع التجارة بهذه التداعيات بنسبة بلغت 30.4% والتعليم بنسبة 17.1% والخدمات الشخصية بنسبة 10.5%. ومشاهدينا الكرام، بهذا الخبر انتهت وقفتنا الاقتصادية. عودة للزميلة كريمة الحلفاوي، تفضلي كريمة. شكرا لك حسام على هذه القراءة في أخبار الاقتصاد. نستكمل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام أخبارنا السياسية، حيث يتوجه الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع الأحد والاثنين المقبلين على الرغم من عودة تفشي فيروس كورونا المستجد في أوروبا، وذلك لإداء بأصواتهم في استفتاء وانتخابات محلية. يشير المحللون إلى أنها قد تغير وجه اليمين المتشدد، وأرجأت عملية الاقتراع اللتان كانت مقررتين في أواخر مارس مرات عدة بسبب كوفيد 19 الذي أودى بحياة قرابة 36,000 شخص في شبه الجزيرة. قررت الحكومة إجراء الاقتراع لمدى يومين لتجنب التجمعات. أظهر استطلاع يوغوف للرأي في بريطانيا تراجع شعبية كل من حزبي العمال البريطاني المعارض وحزب المحافظين، وذلك للمرة الأولى منذ تولي بارت جونسون رئاسة الوزراء في يوليو من العام الماضي. هذا وقد أظهر التصويت على الإنترنت إلى أن نسبة تأييد الحزبين جاءت بنفس النسبة تبلغ 40%، وذلك بالتطبيق على عينة بلغ قوامها 1600 شخص. كان استطلاع آخر للرأي تم إجراؤه في أول سبتمبر الحالي أظهر تقدم حزب المحافظين بنسبة 42% مقابل 37% لحزب العمال المعارض. بعد ذلك هو الاستطلاع الرئيسي الذي تم إجراؤه على نطاق واسع منذ استقالة رئيسة الوزراء السابقة تريزا ماي. أعلن زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني أنه يسترد قدراته اللفظية والجسدية في المستشفى الألماني حيث يعالج من التسمم بغاز الأعصاب، مشيرا إلى أن الطريق للشفاء من إصابته بالتسمم لا يزال طويلا. على الجانب الآخر، ذكر الكرملين أن روسيا تملك عناصر محدودة لإجراء تحقيق في قضية نافالني، واتهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف زملاء نافالني بإعاقة تحقيق روسي من خلال أخذ أشياء من غرفته بالفندق إلى خارج البلاد. جاء ذلك غدا إعلان فريق نافالني العثور على أثار لمادة سامة من نوع نوفيتشوك التي تم تحديدها في ألمانيا على أنها السم المستخدم ضد المعارض، والتي كان قد عثر عليها على زجاجة مياه وجدت في غرفة أليكسي نافالني بأحد فنادق سيبيريا يوم الحادث.
قالت الشرطة الأمريكية اليوم إن شخصين قتلا وأصيب 14 آخرون في إطلاق نار بمدينة روتشستر في ولاية نيويورك. وذكرت مصادر أمنية أن القتيلين هما رجل وامرأة في أوائل العشرين من العمر، بينما لم تشر التحقيقات حتى الآن إن كان إطلاق النار عن عمد أو عمل عشوائي من أعمال العنف.